هذه هي الطرق للتعرف ما إذا كانت البيضة صالحة للأكل أم فاسدة. رغم أنه يمكن الحفاظ على البيض في الثلاجة لعدة أسابيع، فإنه يفسد مع مرور الوقت بعد أن يكبر حجم الجيب الهوائي بالداخل ويصبح البياض أكثر رقة. في تقرير نشرته مجلة سونتي بلوس الفرنسية، تستعرض الكاتبة لورانس أوكنين بعض الطرق التي تساعدك على معرفة ما إذا كانت البيضة صالحة للاستهلاك أو انتهت صلاحيتها. الطريقة الأولى: التحقق من موعد انتهاء الصلاحية. يحتوي البيض الذي نشتريه من السوق على تاريخ موصى به للاستهلاك لا يتجاوز 28 يوما على أقصى حد من يوم الوضع، أي وضع الدجاجة للبيضة. ويمكن تخزين البيض في الثلاجة لمدة شهر واحد بعد تاريخ الاستهلاك الموصى به، أي 58 يوما بعد يوم الوضع إذا لم تتشقق القشرة أو تنكسر. ويساعد تخزين البيض في الثلاجة على الحفاظ على مذاقه وخصائصه الغذائية ويمنع نمو البكتيريا. ومن المهم عدم غسل البيض الذي لا تنوي استهلاكه على الفور، لأن هذا قد يتسبب في فقدان الطبقة الواقية التي تتركها الدجاجة. إذا لم يكن موعد انتهاء الصلاحية موجودا على العبوة أو لم تقم بشراء البيض من السوبر ماركت، هناك طرق أخرى للتثبت من صلاحيته. ثاني طريقة هي وضع البيضة في الماء. وفقا لموقع لاشين انفو، هناك طريقة أخرى فعالة في التحقق من صلاحية البيض، وهي وضعها في قدر أو وعاء مليء بالماء، فإذا نزلت إلى القاع فإن ذلك يعني أنها طازجة، وإذا طفت أفقيا فهذا يعني أنه ينبغي تناولها في أقرب وقت ممكن، أما إذا طفت على السطح فذلك يعني أنها غير صالحة للأكل تماما. وفي الواقع كلما زاد عمر البيضة تبخرت الرطوبة وزاد حجم الجيب الهوائي، وهو ما يجعلها تطفو على السطح عند وضعها في الماء. ثالثا: شم رائحة البيض. على غرار جميع المنتجات الطازجة الأخرى مثل الجبن والقشطة والزبادي، يصبح للبيض رائحة كريهة بعد انقضاء موعد صلاحيته. إذا كان لديك شك في أن البيض لم تعد صالحة للأكل فقم بشمها أولا قبل تناولها. يمكن أن تنبعث من البيض منتهي الصلاحية سواء كان مطبوخا أم نيء أم رائحة مميزة. وتنصح مختص التغذية تايلور جونز بكسر البيضة في وعاء ثم التخلص منها إذا لم تكن رائحتها عادية، ثم غسل الوعاء بالكامل بالماء الساخن. أما إذا بدت الرائحة طبيعية فيمكنك تناولها بدون حرج. رابعا: تحقق من شكل القشرة. يمكن أن يساعدك التحقق من شكل القشرة في تحديد ما إذا كانت صالحة للاستهلاك أم لا. ووفقا لتايلور جونز، ينبغي التحقق مما إذا كانت القشرة ناعمة أو لزجة أم متشققة. إذا كانت القشرة جافة فقم بكسرها في وعاء وتحقق من لونها. عادة ما يشير اللون الأزرق أو الوردي أو الأسود أو الأخضر في بياض أو صفار البيض إلى نمو البكتيريا التي يمكن أن تسبب التسمم الغذائي. وتؤكد مختصة الجهاز الهضمي جوليا رو أن السالمونيلا هي بكتيريا يمكن العثور عليها في البيض النيء أو غير المطبوخ جيدا، وكذلك في منتجات الألبان، ويمكن أن تسبب هذه الجراثيم داء السالمونيلات والتسمم الذي يسبب أعراضا مثل الحمى والإسهال أو القيء وآلام البطن. استخدام تقنية الشمع. تعتبر تقنية الشموع من الطرق المستخدمة لتقييم صلاحية البيض أو نمو الصيصان في البويضة المخصبة بشكل عام. يتم تنفيذ هذه التقنية في البيئة الصناعية بفضل معدات خاصة لتصنيف البيض قبل تعبئته. مع ذلك يمكن تطبيق هذه الطريقة في المنزل، وتحتاج إلى مكان بارد مضاء إضاءة خافتة وإلى شمعة أو مصباح يدوي صغير. ثبت مصدر الضوء في نهاية البيضة، ثم قم بإمالتها ولفها من اليسار إلى اليمين حتى ترى ما بداخلها. تسمح لك هذه التقنية بمعرفة ما إذا كانت فقاعة الهواء صغيرة أم كبيرة. مع تقدم عمر البيضة يتبخر الماء وتحل مكانه الغازات، وكلما زاد حجم الجيب الهوائي فإن ذلك يعني أن صلاحية البيضة اقتربت من الانتهاء.